صالح سم تعمل شيء؟ ما عرفتني؟ والله الشبه مو بغريب علي. أبو يوسف أبوك في الجنة أبو يوسف. يا هلا يا هلا ومرحبا. يلا حي شلونك؟ الله يحفظك. عساك طيب؟ بخير جعك بخير. وين 15 سنة عمر رجال ما شاء الله ما تغيرتها يا ابن الحلال. لا تقول شيء بس انت الدنيا خذتنا الله يعين بس عليها بخير. المهم وشلونك انت؟ وشلون اخوك ابو عامر؟ لا ابشرك ما شاء الله لا اله الا الله الممري عندي شغال وابشرك انه بخير وابو عامر بخير وطيب الحمد لله. المهم عشان ما اطول عليك عطني 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 رقم جوالك عشان اتصل عليك وتجيني في محلي. يلا ابشر ابشر بالرقم لازم نتواصل. ساعة المباركة عادي والله. اصبر لحظة افا الظاهر اني ضيعت الجوال. الظاهر انك مضيع من ممطي من سنين ولا عارف كيف اهي. خلني اشوف ايش في البقالة. ناظر ناظر يلا اقول يا الحبيب تونا يوم شريت منك المقاضي ما لقيته جوال طايح ولا شيء؟ لا ما حصلنا شيء. العمال ما لقوه وجابوه عندك فيده؟ بشر لقيته. وشو؟ الجوال. ما لقيناه ما بفيده. لا لا طيب اخاف انك ناسيه في البيت. يوم اطلع من البيت وانا ما اخذه بيدي. لا 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 تدري؟ ها تعال 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 يلا يلا. الله يبارك بهالجوال اللي خلاني اشوفك يا ابو يوسف. الله مين يسلمك ويحفظك. اخاف يرجع الجوال راعيه ولا عاد اشوفك ابو عامر. يا رب اذكر الله تعوذوا من الشيطان. انا ضاقني صدري من هالجوال وانتم تضحكون مو بوقته. ايوه رد رد اسس هل هلا وغلا بالطيب. اقول الجوال اللي معك تراه جوالي حقي وانا مضيعه. ياوه ياوه ام جوال هذا لقيتوه في المسجد. ها طيب سدبوي لا تكثر في مهرج. دحين المرور يشبطني بمخالفه وانا اتهرج معاك فيان انت وانا اجيب لك مجوال حقك حتى عندك. كافو يا والله وجهك جعلك تسلم. اجل انا اكلمك ذا الحين من جوال اخوي وفي بيت اخوي ابرسل لك اللوكيشن والله يحييك القهوه زعبه. ها طيب سدبويا فماله. ابشركم عقله الجوال يلا لك الحمد. الحمد لله هناك العقلان. ابرسل هاللوكيشن هناك خير احنا انبسطوا واستانسوا. اخلص علينا دقيقه النت معلق. فتح فتح جيب بطاقتك بسرعه. اصبر ابي بالواجهه. الحال ناظر الواجهه كلها محجوزه. اهم شيء ابي مكان قريب من اللاعبين عشان البليه اذا نكب ازبد له. طيب خلاص هنا زين. طيب هنا زين ولا ما تحضر معي؟ تخيل اروح معكم يا الطواقي يا ابوي انا فازع لك لانك ما تفهم في اللابتوب يا الدبشه. لا يا شيخ اقول كمل جميلك ولا تسب يا القوطي. اكنسل؟ لا 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 فقراوي. ها احجز احجز امسك. يا هلا يا هلا الله يحييكم الساعة المباركة. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. ويبقيك. الله يحفظكم. يا هلا والله مرحبا. المهم يا الغالي يا ابو عامر اللي فيه اليوم فيه الخير والبركة وما له داعي الكلام الله يحفظك. هذه جت صدفة ولا مدانا اسوي شيء وحقكم علينا واجب. ان شاء الله عشاكم عندنا بالمزرعة العصر. كفو كفو والله ابو اخوي بيض الله وجهك. ولا يهون ابو سعيد الحقيقة لك معروف علي. يوم لقيت الجوال فيه صور عيالي وصور ام العيال فكن الله. المهم تراك انت بعد ما اعرف ايدك باسر العشاء في مزرعه اخوي. ابشر ابشر على هذه النخره. ولكن والله انه عيب عليكم كلام هذا. هذا واجبنا طال عمرك وكويس ان تعرفنا على هذه الوجيهه الطيبه. اما من ناحيه العشاء فترني ميجي ميجي. الله يرزقكم ويقويكم ويغنيكم. باسر ان شاء الله انا بمر ابو سعيد وبجي وياه المزرعه. بس تكفى ولا عليك امر ارسل لي اللي يقول عليه لوكيشن. ابشر يلا حافظكم الله. امان الله مع السلامه. مع السلامه تنسون. الله يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله. تفضل يا اخوي الله يغنيك وتكثر خيرك. هاي اخيي وش تبين اسنع معك وادبر باسر في العزيمه؟ الله يخليك اللي تسويه مقبول. السلام عليكم. هلا ابوي عامر. هلا بعمي. عادي والله طيب. انا اقول البيت منور ما شاء الله تبارك الله. هلا يبا قهويتي ولا قهويكم؟ لا بتهوين خلي ادلها بسانه. اللي ابو عامر ورا ما تريح باسر وتخلي جعله يسلم عامر يسنع كلش ويدبر كلش. اي بس عامر ما يعتمد عليه. افا انا خابر والله عامر رجال جيد وسنع من يومه صغير. قبل ما يتعرف على هالشلته التعبانه يسهر هو وياه طول الليل بالصراحه وبالنهار يجينا فيده. وش السالفه يبا؟ لا تشوه سمعتي عند عمي. امحق سمعه. اسمع يا عامر ابوك باسر عازم الرجاجين في المزرعه الله يطول في عمره. وبيعطيك الدراهم وبك تجيب الذبايح وتسنع كلش. اي بس بكره قص تذكره مباراه الهلال ابو راح احضرها بملعب الجامعه. قايل لك اخوي ما ورا سنه هالداج هذا. جعل التذاكر ما تعود
اقول لك عزمت ابوك تقول هلال وما هلال. ابشر ابشر خلاص احاول اخلص اشغالكم قبل المباراه. وش اللي تحاول؟ انا بمرح عندكم في ذا في غرفتك بعد. اما سنعك ابوك سنعتك انا من الفجر تقوم وتشتري الذبايح وتدبر كلش وتسنع كلش. ابلش وشو؟ ابشر يا شباب نبغى نخش ترند في السناب. كيف؟ انا اقول لك كيف. كفته هذه ورقتين زي بعض تمام؟ هذه تطلع عليها اماريه ابغاك تختارها، وهذه حطها في جيبك سوي مجنون. خلاص تمام؟ ياسر ابدا تصوير. مساكم الله بالخير حبايب قلبي، اليوم جاي لكم عزوز خفه يد جديده. ايش فكك؟ هنا الحركات البركات. كفته نقي ورقه، انا ما حاشوف شيء. سكر عيونك. ممتاز نقيت خلاص. شوفوا يا متابعين هذه الورقه. ردها. تمام تمام ها. خد انت عشان تتاكد. تتحداني اطلعها من جيبك؟ اتحداك اطلعها من جيبي اذا انت راجل. هيا. اعزائي المشاهدين شوف شوف. اوه وشلون كذا عزوز؟ تصدق انك قوي؟ وريهم وريهم. لا 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 هذا تخبل، هذا تخبل، هذا لا 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 هذا مجنون، هذا مجنون يا جماعة. كيف 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 عرف؟ يا الله. كفتة نقي ورقة، أنا ما حاشوف شيء. سكر عيونك. أبوك يا القهر، يا ليتني معكم. أسمع ياسر، أنا عندي عمي محضر لي، أبيك تبيع تذكرة مباراة الهلال، يمكن ما أقدر أجي، أوكي؟ صرفها بتويتر. عامر ورا ما تنام هالحين، امرح. أنا نايم ممرح. وين نايم وأنت قاعد ترغي بهالجوال تالي ذا الليول؟ تدري؟ هات الجوال، هات الجوال. وين؟ أنا بزر. إيه بزر، هات الجوال خلنا نمرح، هات هات. هات الجوال أقول لك هاتني. سمسم. هات هات، يلا امرح. هاي أصلحك. عامر قم تعوض من الشيطان أشغلت لي قم. قم يا رجال ورانا مشاوير الواجد. أضربني. أضربني هذا هو الطلب. وذا ميت النجيف هذا. قم 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 يا عوز قم. وش ذا الإزعاج؟ خلاص عشر دقائق وأقوم. ما يخالف. خذ لك ربع ساعة، ريح ريح. وش ذا التعذيب؟ وش ذا التعذيب؟ يلا قم الحقني، يلا يلا وراي. الله الله يا عامر، المهمة الأول الذبايح. بيض وجه ابوك يا بعدي. ابشر. وين 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 تجي؟ وين رايح؟ ما تشوف يا عم مطبخ الذبايح. طيب وش اسوي بهم؟ ننزل نقول لهم اعطونا ذبيحتين ويوصلونها لنا بالاستراحه. معصي؟ انصح اني تبي تفشلني قدام ابوك عند الضيوف؟ معصي؟ لا وش بيحطوا لنا من الذبايح؟ بيحطوا لنا طعمك سديش ولا فيها خراج ولا فيها طلوع؟ اترك عنك بربشه المطاعم، كون نشتري الذبايح بنفسنا ونختارها يا مال الغنيمه. يلا سوق الغنم، يلا يلا. ابلش. شو؟ ابشر. يلا امرح. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا يا هلا يا عم. الهرافه واللبنيات ابشر بها. كفو والله كفو. اقول يا ولدي يا عامر. سمي يا عم. عادي والله بس عنايدي. اخترنا ذبيحتين تجمل ابوه قدام الضيوف. ابشر بعزك يا عم، ما طلبت شيء. كفو. ها اختر واحد. هذا تعرف وشو ذا؟ خروف. وانا قال اسمك يا عامر، قال اسمك. ادري انه خروف لكن هذا يا ولدي سديس هيرش كبير بيقضى غازكم وكهربكم ما استوى. اي بس كبير يكفي الضيوف كلهم. ما هو على الكبر يا ولدي، على العمر. لا صار لباني صغير ولا طعم منه. اقول عطنا ذاك الطري، عطنا ذاك الصغير اللباني.
طيب وشلون اعرف عمره؟ بسنانه يا ولدي. شوف ذي لبان صغير 3 أشهر 4 أشهر هذا اللي طبخته وزين الحمى. اي بس ما فرش سنونه. اقول قم بس نف وجهك روح جيب الموتر بس قم. يلا ابشر. عادي ابو عطنا اخوه عطنا اثنين ابشر اظهر اليوم ما شاء الله. اخلص يا عامر. يلا تكفى يا سنادي يا عامر الحق على المطبخ نحط الذبايح ثم نروح طال عمرك للسوق نجيب الخضره والفاكهه وندبر كلش ونسنعه ونروح للحياله نفتحها وننظفها. حتى الخضره نقضيها بانفسنا. فجوش تبينا نسوي؟ تبينا نروح لذا الجوال ذا اللي يطب زون ذا اللي يسمه تطبيج ولا نكلمهم ذا اللي يوصلوا يجيب لي اي كلام؟ لا معصي. نبي نروح ناكل السوق ونتقضى بانفسنا ونلمس كلش ونسنع وندبر نجيب الطماط والبصل والخضره والفاكهه والطيب والتمر بعد. ابلش شو؟ ابشر ابشر يا عمر ابشر. ايه بعدي بعامر. يلا انتبه للطريق يا ولدي. بسم الله تبارك الله ما شاء الله الحمد لله على السلامه والعافيه. يا كومار كومار يا كومار كومار عرفك وين راح كومار؟ اجي السلام عليكم. سلام ورحمه. شلونك طيب؟ كويس. شوف يا كومار افتح الخيمه ونظفها وسنعها وشغل المكيف. المكيف هذا على طول خربان المكيف مخيمة هذا. اوف هذا اللي ما حسبنا حسابه. تدري خلي الباب مفتوح نظفها وسنعها ورش ذا الحديق عشان يجينا البراد من داخل إن شاء ولا الله. تنسى شب على القهوه وشب على الشاهي وسنع ودبر كل شيء تصير مثل ذا الارفل ذا. زين كويس ان شاء الله. عادي والله بكومار سنايدي. شكرا. يلا عط المقاضي نزل الباقي من السياره. يلا ان شاء الله. يلا نسنع كلش. يلا سلمت. سمعتم مني يا رجال؟ يعلم الله اللي جاء فكرة إن نقعد هنا بعد معشاء أشهد بالله إنه رجال قاحي. يعلم الله إنها فكرة حلوة وفنانة. عز الله إنك صدقت. فعلا مكان جميل وحلو وهواء طلق يحبه قلبك. هذه فكرة عامر ما شاء الله عليه فاجأنا فيها. أي والله ما قصر عامر. جاب الزوالي وجاب المراكي وفرش وسنع كلش. وين يروح؟ جاينا على عمه. عامر ما تسمع؟ سم يا عم سم. وش فيك اصقح انت؟ لا ما فيني شيء. ابيك الحين توديني للبيت زين ثم تعود فيه تسنع وتدبر كلش. انا وابوك بنجي بسيارتي عقب العشاء. زين بعدي والله ابلش شو؟ ابشر يا عم ابشر. يلا انا قدامك السياره. يلا السلام عليك. السلام ورحمة الله. لو سمحت بغيت 6 زوليات أجار يوم واحد. موجود الله يعافيك. أجل حطها لي بالونيت. أبشر. هلا ياسر. ها كم؟ لا ما يمديني أشوفه حتى بالتلفزيون. أما الهلال لقم هدف. أكيد البلاي هو السبب. ما عليك بنعوضها. بنقلب النتيجة. يلا مع السلامة. يا كومار ايوه اجي تعال ايش في؟ شفت الزوالي ذي؟ ايوه كلهن نزلهن. كويس سريع بسرعه ما في مشكله. يعلم الله يا معايا عطر فنان يعجبك كم ريحته يا اخي فنان. اقول لك هب لنا يا اخي اغنيه اللي تقول باهوتي شاب ومحاله قد لطيفي ولا تدري من الأغاني حقك. هلا ليت البكاء برد غالي لا سيل وادي ما سلسلة. 1 2 3 4 5 باقي واحدة. ايش هذا باقي واحد؟ باقي واحدة اكيد نزلت كل اللي في الصندوق. كله هذا نزل انا السيارة هذا كله موجود بس. يا حبيبي انا قايل له 6 زوالي وهذه 5 زوالي. خلنا اروح اشوف ايش صار. روح شوف. سهرت ايام
ايامي ما عدت ليالي وحد. يا ست روحي يا ظهري ما ادري ما هو قابل لصمتي. يا ابو يوسف في عينك يا ابو يوسف. انا هنا وسعيد انا. لا اله الا الله حق ولا اله الا الله. هذا مكتوب من عند ربي سبحانه وتعالى. يا ولد يا ولد تعال انا عند ابوك. ايدك دانا غير علينا. يا ولد الله لا يوفقه راعي زولية. هذا طلع راعي مزولية. الله لا يوفقه. شل مزولية حقته وكبنا وراح. الله لا يوفق ظهري. بسم الله تبارك الحمد لله على السلامة والعافية. يلا يا كمار الفاكهة بسرعة. يلا حيهم هلا والله ومسهلا. حطها هنا وروح جيب المويه. ما شاء الله من اللي ورا جدك هذي؟ انا وش رايك؟ فكره ممتازه. بيض الله وجهك ونبوك. الله يبيض وجهك يبا. ابد شفت الجوني فهات وزين قلت نستغل الدكه ونفرش هنا. صدقت يا ابوك عز الله طلع منك فايده. هاي فايده يا رجل كلها زوليتين او ثلاث. وش بعت في خرطي؟ لو سمحت سته. ست ثمان عشر وش سويت يعني؟ ترى جار الوحده بريالين لا تقلت من علينا دالحين. هذا جزاتي يا عم. اجل تبينا نحشر الضيوف بالخيمه بدون مكيف وبالحر؟ هذا جزاتي الحين. قلت نحطهم هنا بالدكه نفهات وبردات. شفت يبا شفت وش يقول عمي؟ وين ذوقك؟ دقيت على ابو يوسف ما يرد. دقيت على مرتين ثانيه جوالهم مقفل. وش تبيني اسوي؟ دق على ابو سعيد. تبشر تامر امر. انا عند ابوك انقلبنا يا اخي الله يقلب جشعتك. سعفنا ودنا معاك اي محل يا اخي. ابشر اخوي انا الحين اطلعك وتركب معي. هيا يا اخي خرجني سعفني جمرينك. في شوي انا عند ابوك ياو سلام سلامات ان شاء الله. رفق على ظهري. ابو عامر عشاكم وين الساعه 11؟ ساعه سحور مو بعشاء. الا ضيوفكم وينهم؟ عيدوا خير يا جماعه. عيدوا خير. جاء العشاء جاء. هالحين وش سويت يا اخوي؟ سم العشاء وصل وضيوفك ما جو. لا حول ولا قوة الا بالله. هذه والله البلشة. قم توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو يوسف وش اللي حاصل؟ احنا وين الحين؟ وش الموضوع؟ هسمع اقول لك وش الموضوع. يا ابن الحلال وصلنا مشوار حقنا. عجيب والله. مو هذا اللي جبنا لهم الذبايح، جونهم وذبايحهم سوا. وراكم تاخرتوا. شوفت عينك. هذا هو. الله لا يعافيك. هذا العزولية. اي والله انه الله يهبها في وجهك. الله لا يوفقك. انا ياوه وش دخلني انا؟ الزولية اكبر من المطب. ورا ما وخرت عنها. بعدين انا ما شفته وهي تطيح. كنت مشغول مكالمة مع ياسر يعلمني شلون البليه يكبنا بهدف. يعني انا مالي دخل. البليه هو السبب. بعدين تعالوا اجلسوا هنا. هذه كلها فاضية وذي خلاص ربطناها. وبكلم المحل إنه ما عاد يأجرها لأحد.
كيف هديت. وينهم؟ مبروك عليك التقاعد يا ابو عامر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سبرايز! حضرة المتقاعد ابوي، السيدة زوجة ابوي المتقاعد، السيدة مشاعل زوجة العزيزة، السيد سليمان البزر. اما الان مع كلمة المتقاعد ابوي، صفقوا له. حداك المتقاعد البطل. عيالي وام عيالي اشكركم شكرا جزيلا. انا الان حسب ما راح اتقاعد من شهر العسل. يا عساك ما تذوقه، هذه اخرتها يا ابو عامر؟ تبي تعرس علي؟ عرس التقاعد، عرس التقاعد يا بنت الحلال، خلاص ابى اتفرغ لك. الله يهديك يمه، دائما تفهمينا غلط. اما الان مع كلمه حرم المصون مشاعل. ممكن يا خالي تشرح لنا ايش خطتك بعد التقاعد؟ سؤال جميل، لكن كل شيء في وقته حلو ولا خالص. اجل نقطع الكيكة. حيو بابا. ايوه حيو بابا. حيو بابا. حيو بابا. يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، ما له خبر لا يكلم. حداك الاغنيه البطله يا عيال، اقدحوا، هذه احلى كيكه لعيونكم. وش المناسبه يا عامر؟ بمناسبه تقاعد ابوي، هذا التمديد الرابع له. تصدق اول مره اشوف ابوي مبسوط كذا. ما دام صار عاطل، ايش رايك نسجله معانا في الاستراحه؟ ايه لا تقول ابوي عاطل، تفهم ولا ما تفهم؟ صاير تبون. تكفى يا مطربنا، مناسبة تقاعد ابوي ابي اغنيه. ابشر حبيبي. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نسل والنعاد. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل الوف والنعاش. وعاش بعد ما عاش. اضربنا سلام والله والله يا سلام والله. يا عامر هي وهي وهي عاشو عامر يا سلام. اليوم اول يوم وتقاعد ولازم نسجل طلبات المطبخ. أجل سجل عندك. أول شيء خلاط المجلة يبي له تغيير. وش فيه؟ متأخر بعد؟ أوه من 5 سنين ومروحة الشفت كمان يا خالي ما تشتغل. وش فيها ما تشتغل؟ أنا أذكر أول ما جينا نزلنا بالبيت الكهربائي راح بيجيب العدة وما رجع. يعني كده نحتاج لكهربائي وسباك؟ وين رحت أنا وأنا خالت؟ عجيب والله. أنا بصلح كل شيء، روحوا بس ناموا 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 بس وارتاحوا. شاب الشارع عبد يا ليلاني، خلي هجرني وزود الهم بيا. شاب الشارع عبد. عطنا خالد عبد الرحمن. اخر واحده ذي ولا اخر واحد؟ الصديق وقت الضيق قالها وعضيق، يوم صرت بضيق جيت ادور للصديق. بس اغنية بس اغنية. انا البارحة مغزيت والمسر من ارقود، حسبي على من كان هذا من اسبابه. تكفى تكفى، اخر واحدة
انت قاعد باستراحتنا واجد، حتى اخويك شف راقد هناك. خلاص 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 من حبكم يا زين عزلنا. ما عاد لي في هواكم شفه ورادة واللي شبكنا عاد انا جاني النوم ابمشي. ها وخذوا راحتكم، ما عندكم لاستراحتكم، ارقدوا هنا. ها لا اله الا الله يا زين حرتها، الحمد لله ايش هود وهود والعدو مغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. سم تعال. سم انت ما تعرف الساعة واحدة ونص الحين، وانت مسؤول عني عشان تسألني يا ابو عامر. هذا ردك يصير خير، الكلام هذا يا بياصل ابوك الصبح ان شاء الله. الله يهديك. بس الحبيب شايدك الأخو؟ انت صاحب هذا البيت؟ لا انا جاره. وش جايبك نص الليل؟ اهل البيت هذا طالبين عشاء. عشاء هالحزه؟ وهذا وقت عشاء اللي عقبنا. ابو عبيد يا ابو عبيد وش عندك يا ابو عامر؟ ها انت طالب العشاء هالحزه؟ ايه يا حبيبي هالوجه هاتات احنا طالبينه يا حبيب. خذ شكرا شكرا يا اخ. والله الرجل راح والله الرجل قبل، احد يطلب عشاء هالوقت؟ وانت من حلالك قرش انت دافع شيء، بعدين وش اللي مطلعك الحزه؟ جاي اشوف فعالك السوداء اللي سكن وهو الضلع اللقافه. اي من علامات الشيخوخه والخرف. تسمع طابنا الفيضي انت يا وجه اسمك، توكل على الله توكل توكل امشي. عمر عمر سميبه وينك؟ فين هالحزه؟ عند العيال بالاستراحه. يلا بيتنا تنذرك روح لربعك، روح لهم الاستراحه مره ثانيه. وراك علي يبا، بالعكس اليوم جاي بدري، بالعاده اجي الساعه 3. الله اكبر، وين عندك وجه تقول جاي بدري؟ اقول لك فشلتنا، امشي هالمره ادخل بالبيت. يلا بسرعه يلا سم. نسم علينا الهوى من مفرى الوادي يا هوى دخل الهوى. وين الشكشوكة حقتي؟ والله لسه ما خلصت. انت كده على طول دايما حار؟ ايه انا جوعي حار. بعدين ليش ما ولعت اللمبات؟ خالي لسه ما خلص من الترميمات. الا منت السباكة والكهرباء كلها جاهزة. كفو والله اتحداك يا رب البطل. هذا ما هو شغل جيل الهمبرجر، الرجال لازم يعتمد على نفسه. وش تقصد؟ ايش شيء شيء تمسكه شغل يلا ابشر. عجيب والله. وصالح يا الله صباح خير. يا الله سم وش تبي؟ شو فيك انت؟ دقيت عليك مره مرتين ثلاث مرات ما رديت. وش تبي؟ انا ادري انك قلق انت، وش تبي؟ ولك ما جاء الا عقب منتصف الليل البارح. وليه جاء بعد منتصف الليل؟ وش عندك انت؟ وش تبي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يا ابن ترك اشغلتنا انت. اسمع عاد بتربي الولد ولا ربي انا؟ كفو انت تربي انت، انت كفو تربي ولدي انت. اقول لك لا تدخل في خصوصياتنا مره ثانيه، احذرك. انا حبيت ابلغك لاني اعتبر ولدك مثل ولدي. لكن انت ما بك فايده. اقول فكر بس. قال ايش؟ قال ولدي. لكن هين يصير خير ان شاء الله. بسلام الله يا حباب جرى الحاني صابني. ونسيت المفتاح يا نور عيني نور عيني. نور عيني. يس بابا. هاتي لي المفتاح على الطاولة. اركضي. حاضر بابا.
شبلاك انت ما تستحي؟ نور عيني نور عيني، والشارع نور عينك. شبلاك يا ابن الحلال، هذه اسمه نور عيني. الله يعميك انت وياها، تغزلها بالشارع؟ يا اخوي ترك ازعجتنا يا ابو عامر، الله يرحم والديك، توكل توكل على الله، توكل على الله. اسمع عاد. توكل. مقطع. ايه اشتي اشتي، يلا يلا توكل على الله، توكل على الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. سليمان! يا سليمان! شحال نوم عامر! يا عامر! 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 ها والله شيء كل هذا نوم هاي هالعلم عندي أنا. نايمين إلى هالحزة؟ أنا لأوريكم. يا ولد يا اللي هنا عامر يا أبو عامر. خير خير يا أبو عامر. لا إله إلا الله. وش فيك وش فيك يا أبو عامر؟ وش فيك ازعجتنا وطفيت علينا المكيفات؟ جيب القهوه البطوله سمحتي. وشلون وانت طافي الكهرب علينا؟ ها اقول لا يقهر. سلامات سلامات. وش فيه؟ مين طفى المكيفات؟ انا اللي مطفيه. عند سمانة بلش. ايش قلتي؟ ما قلت شيء. اقول وش رايكم نروح برحله لمزرعة عمكم أبو سيف الله يرحمه؟ أنا ما أقدر، مرتبط مع العيال بالاستراحة. وأنا ما أقدر، أختي بتزورنا. وأنا بساعد خالتي. المزرعة ما فيها نت، وأنا ما وعد أخويا أنا ما حفرت نت. عجيب والله. على والله بالعائلة البطلة والله يا أديسون حاس الكهرب والسباكة حوس حتى ضحكة زوجتي حاسها والله إنك صادق أديسون أبوك مغاطس من الصبح ما أدري وين هو فيه الله يستر بس والله يا أنا خايفة على خالي من يوم أتقاعد هو مو خالي اللي أنا أعرفه يا هو مستقعد للجيران ورافع ضغطهم وحنا بعد رافع ضغطنا أنا رافع ضغطكم أنا حايس الكهرباء حوس أنا أديسون Thank you.
أبوي. الحين وش بلاك يا عامر؟ ما تركز على السواقة وتترك الجوال؟ أبشر أبشر. شلون عرف؟ يا عيال اليوم نبي فلة، نبي رقص، أوكي؟ أوكي. بس اللي مثل الدجاج ما نبيهم. من اللي مثل الدجاج ورع؟ اللي نام بدري من المغرب. لا يا شيخ، أنا أوريك اليوم من اللي يرقد بدري ومن اللي ما يرقد، ها؟ أنت ويا يا الفروخ. عطنا عطنا أغنية تكفى. في منتهى الحجة، في منتهى الذوق، حبيبتي في كل حاجة عجيبة، إذا حكت كيف تخليني أروق، وإذا بغت تجي راسي تجيبة، وإن جيت حطتني على راسي من فوق لحدنا صار ذيك ذر الوسوسة يا ابو عامر. هذه به وسوسه، كل شيء يشوفه بالصوت والصوره العلم ما قصر. يعني خططك ناجحه؟ وشفت بلاوي عسى الله يعيننا عليها. بس انت كذا بتتعب نفسك. الوقايه خير من العلاج قبل ما يوقع الفاس بالراس. تامر على شيء؟ لا بس اسمعي، الكلام اللي شفتيه بهالغرفه لا يطلع منها. سم تعالي اخذ فيس لفح على عالمنا. يا سلا خاطري وانا احبك يا سلا على ليش الجفا ليش تجرني وانا احبك 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 يا سلا يلا عيال تصبحون على خير. هي وين 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 بيسرون الدجاج.
أسهر الخفافيش. بعدين أنا وراي المحقق كونان. أوكي مع السلامة. يلا الحين يبغانا أغنية سامرية. ما يطيق الصبر يا من قلبي ما يطيق الصبر نحتنا لو برا لوح الحمامة نحتنا لو برا والله ما يطيق الصبر يا من قلبي ما يطيق الصبر نحتنا لو برا لوح الحمامة نحتنا لو برا عجيب. ها تقولي وش اخرك له الحزه؟ اشكرك يبا، وهذا عندل يدل على حرصك على ابنائك وتربيتك السليمه لهم. تصبح على خير. تعال ما جاوبتني، وش اللي اخرك له الحزه؟ بعض العادات السيئه هي اللي اخرتني. وش هي العادات السيئه؟ يوم جيت ابجي للبيت العشاء جاء، استحيت من العيال ياكلون لحالهم وانا امشي، قمت اكلت. والمحقق كنن ما همك؟ ابلش. ما دام كذا ابى اقول الصدق. عجيب والله، كل هذا يصير في بيتك أبو عبيد وانت نايم؟ والله أن يصلك الخبر الحالي. أبو عبيد يا أبو عبيد أبو عبيد، ايش عندك؟ خير خير، وش عندك من مصيبة؟ والله هالمصايب ما تطلع من هالبيت. يا أخوي انت ما تنام، انت بك جن طايرن بك. ما عندك سفلة ولا تسوى بصلاة. أنا عن نبني ضميري لازم أقول لك، ترى شغالتك أنا شايفها تطلع من عند السواق. طيب وش فيها؟ عجيب وش فيها؟ والله أكبر، ما تخجل أنت، وش ملاكت؟ أبي وجهك دم، ما تستحي من اللي حواليك؟ الظاهر أنك أنت موسوس ونيتك شينة، هذا السواق جايبه هو زوجته. طيب وين ربا تفتح لهم باب من داخل السور؟ علشان الجيران ما يشكوا فيهم. أي خدمات يا حبيبي؟ أقول أبو عامر توكل توكل توكل، لأجيب لك الشرطة. توكل. سو خير يكشر. اسمع يا ابو صالح. اسلم. اذا ولدوا عامر ما فكنا من شره خلوه علي. يا ابن الحلال هذا راسه يابس، واذا ما عدلناه ترى بيتمادى وبيننا وبين الشرطه. يا ابن الحلال انا قايل لك ادوى وعندي. كفو. بالله عليكي وايش سويتوا كمان؟ وكيف كان الفرح؟ والله كان نفسي احضر بس عامر ما خلاني انزل على جده. خساره. والله وحشتوني. بالله عليك من جد؟ يعني يمكن تجوا؟ متكلمين؟ منال شوية وأكلمك. ها؟ هذه صاحبتي منال، في شيء يا خالي؟ وش تبي؟ تتدخل في خصوصياتي يا خالي؟ إيش هو هذا؟ عجيب والله. إذني بقى يا جروح أجوب داوي داك الفنان البطل. يا عيال الاغنيه الجايه وبعدها بنسري. السهر مو بزين صحتكم يا شيخ. انقلع اخوي، حر خسنا فقني ثمك قدامي. قام شغل المكيف. ما عندك عراقي بطيء؟ موجود.
ساتر، مصيبة يا اخوان. ايش فيك؟ في كاميرا، في احد يتجسس علينا. ما انت بعاقل يا البنتاغون، وش عنده يتجسس عليك ها؟ اقول ارقد. اها، دحين تأكدت. العامل قبل كم يوم يقول ابوك خرج من الاستراحة ومعه سيارتك. انا اتهم ابوك يا عامر. ايه، ما ارضى تقول عن ابوي كذا، تفهم ولا ما تفهم؟ الحين توني افهم. طلعاتك بدري وترك السهر، لا تسوي لي فيها مثالي. يا كابتن، هذه اسمها استراحة، يعني ارتاح فيها، مو ابوك يتجسس علينا. اظن يا عيال لو نقصنا واحد بالاستراحة عادي، صح؟ صح. وش تقصدون يا عيال؟ افهمها زي ما تفهمها. طب عادي اجي بكره اخذ اغراضي؟ عادي. طب عادي تغني لي اغنيه؟ نيلك وداعي يا اخر ليله تجمعنا، وداعي وداعي يا اخر ليله تجمعنا، وداعي. وانا ليش استنى لين بكره ان شاء الله عشان الوم عفشي؟ انا كلمت اخويا وجاي ياخذني. يا بنت الحلال اذكري الله، مهما يكون هذا خالك ولازم تصبرين عليه. أنا ما أقدر أعيش في بيت مراقب كذا، صرت أشك حتى في نفسي. خير خير إن شاء الله، وش فيه صوتكم طالع؟ سلامات، وين رايح أنت؟ رايح البيت أهلي، اعتبروني إنه أنا طلعت نومينيه، أصلاً هذا تلفزيون الواقع، البيت ده كله ملغم كاميرات، لما تخلصوا البرنامج حقكم ساعتها تعال خدني. خير خير إن شاء الله، وش في مشاعر زعلانة؟ ما تدري يبا، من حركات التجسس اللي مسويها، اخويا يطردوني من الاستراحه يوم اكتشفوا الكاميرا اللي زارعها، والجيران كلهم متضايقين، والحين زوجتي تبي تطلع من البيت بعد. خلها تولي، قضى الحريم. عجيب والله. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. هلا هلا ابو عامر. هلا ابو خير ان شاء الله. وش السالفه؟ لا بس ابو عبيد انسرق بيته. ابرك اقول يعني عسى مسكوا الحراميه. لا ما مسكوهم، بس ما نقول الا الله يعوض خير مساكين. لا تشيل هم ان شاء الله، موضوع بسيط ان شاء الله بينحل. الله يبيض وجهك. السلام عليكم. هلا هلا. مشينا يا شباب. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا ما نصحت ويا ما قلت لك ركب كاميرات، لكن انت رازل خشيشك وما تفهم حقك وما جاك. اقول شقها شقها شقها، توكل على الله. لقيتها. اقول يا ابو عبيد، هلا. الحين ابو عامر ما عنده كاميرات؟ اللي عنده كاميرات هالمروح وكاميراته. زين، ورا ما نلحقه ونخليه يوريناها لعلنا نكتشف الحرامي. والله انك لقيته يا حبيبي يا ابو عامر، تصدق انه رجال ما شاء الله عليه جيد؟ جيد. الله يبيض وجهه، جار ما شاء الله. نشمي يا ابو عامر. ابو عامر لا تسوقه يا خلف ابوي انت، يا بعد حي. تعال تعال ابو عامر. ابو عامر ابو عامر ابو عامر. خير شبود يا حبيبي انت يا طير شلوى، انت الذي من بدة الناس مخليك رجل على فعل المكارم ومضرة. يا حبيبي والله يا ابو عامر، ترى الجار لو جار ها أبيك يا بعد حي
تكشف معنى الحرمية. وش قالوا لك؟ أنا سلبونيسي؟ تكرم تكرم يا ابن الحلال، بس نبي ندخل نشوف الكاميرات اللي عندك لعلنا نكتشف الحرامي. أنا الوسوس؟ أنا الملقوف؟ يلا يلا روح دبر نفسك بعدين الكاميرات. أوي حي هذا ردي من الله خلقه، وجه القعود اللي واطي له جمرة. هالحين وش نعمل؟ صدقتوا؟ أنتم حبايبي، أنتم جيراني، يلا تفضلوا تفضلوا أبنا نشوف الحرامي. يا بعد حيو يا حبيبي، والله أنت هدري أنك سنافي يا الذي من بدة الناس مغلي. هل سرقنا؟ عجيب والله عجيب. حمد يا حمد 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 سم بيبا سم خير، وش فيه؟ سلامات. أغراضي وأجهزة المراقبة كلها سرقت، وغرفتي ما فيها شيء لبت. الحمد لله الحمد لله. أقول لك سرقت تقول الحمد لله؟ غريبة، أغراض البيت ما نسرق منها شيء. أقول لك رحل بس بسرعة، يلا نبلغ الشرطة. خلصني. أبشر. لو سمحت، البيت هذا اللي عليه الكاميرا حق منه؟ هذا بيت جارنا أبو عامر، هو اللي عنده الكاميرات. طال عمرك. ما شاء الله، جوا الشرطة بهالسرعة؟ يا عم بعد إذنك نبي نشوف الكاميرات. أصلاً حنا جايين نبي نبلغ، الرسيفرات حقت الكاميرات كلها انسرقت. معناته الحرامي هو نفسه اللي سرقهن، والدليل اللي عندكم راح. لا يا حضرة الضابط، الدليل عندي. أنا مركب كاميراي بالبيت وصورت كل شيء، والمجرم صورته وهو متلبس. تسمع ولا لا؟ أركب بديت. سمك حيبرد. يعجبني اللي قد التحدي، اللي ينهزم يعشينا، مو مثل بعض الناس. والله مو بمثلي. بعدين يا عبسي واك جايب سمت، تنجبت برست ابو جوك. اسمع، نقنق معنا بس سمك، وبعدين اضربها برست تحرق خليه يلعب بطنك. تعال امسك امسك، بس جرب ذا اللقمه. شوف يا الله يا ربي، شوف 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 سمو سمو يا جرب واحكم. ها بسم الله بطلة. يا ولد هاي سلامات يا ولد. ظهر انها شوك انشبت بحلقي، بس ما خلاص ما عاد احس به. شكله بلعها يا عيال. عموما خلونا ناكل، وبعدها يجي يسكر بلاي ستيشن، واللي ينهزم يجيب العشاء بكره. اوكي اوكي. عطى روح بدري عليك. مو بس انه صايف بروست، شو سوات؟ لو انك ماكل معانا كان اصرف لك بدل الفلسفه حقتك يا ابو برست. حشوفك كل يوم واروح، واقول نظره ترد الروح، اعيش فيها عشان بكره، عشان الليل اللي كله جروح. حشوفك كل يوم واروح، واقول نظره ترد الروح، اعيش فيها عشان بكره، عشان الليل اللي كله جروح. طالع بنوره انت؟ وشكم يا عيال؟ فزتوه تراكم. انخبر صوتك مخيس وما ينسمع، شلون طلع كذا حلو؟ يهم صوت محمد عبده بنفسه؟ والله عيال مو بقصدي، بس لو تبون اسكت اسكت. لا 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 تسكت، بس انا ماني مصدق، شكلها صدفت معك او اذانينا فيها شيء. اذانينا ما فيها شيء، كلنا سامعين بوضوح. لا ما اعتقد. تكفى والتكفى تهز رجاجيل،
نبغى نسمع أغنية تانية في صوت أبو نورة. المشكلة ما حفظت أغاني واجد أبو نورة، هذا الأساسي. تكفى يا ولد العم، أغنية واحدة بس. أبغني لكم بس لا تناظرون أنت كذا. أبشر بروست، ما بغى. هلا عند الباب، يلا تهاجون يا عيال، في جني. لا ما اعتقد يا ابويا. هذا السمك ايش تقصد؟ الشوك اللي نشبت بحلقه يا ابويا، اشتغلت وسوت عوائلها. هاي الشوكه. صاحبكم هيدا مشهور؟ ايه مشهور، وش تبي منه؟ حلو كتير، بدنا اياه يغني عنا هاوني بالمطعم. والمقابل؟ المقابل ورقة زرقاء 500. وانا؟ وانت شو؟ انا مدير اعماله. تكرم عينك، كمان ورقة زرقاء. انا بمشي، عرضكم دا ما يحمس. لا 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 لا، عود 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 عود، استنى يا خيي، روق علينا، شو بدك؟ شلون شو بدي؟ الحين خوينا هذا جاي بصوت بنوره وتقول لي 500 ريال. ولا يهمك ولا يهمك، فوقهم كمان عشا. لا دام فيها عشا اجل توكلنا على الله. بس اسمع، تعطيني 1000 ريال كاش عشان انا اعطي خويي 500 وانا اخذ 500، لاني اخاف انه يحسبني زرفته. اوكي تكرم عينك ولا يهمك. نسيت اقول لك، ترى خويي ما يحبك المطعمكم. مطعمنا ولو ليه؟ جيب له بروستد. ولا يهمك ولا يهمك، بنجيب له بروست. يكسب سنة بعد رد جا من جبينه، هذا حبيبي أرعن عيون الناعس أرم شهافي، لسى الهمة ذاب الهوى من حنينه، هذا حبيبي. أنا حبيبي بسمته تخجل الضي، يكسب سنة بعد رد جا من قالوا لي انك مدير اعمال فنان صالح، صحيح؟ اي وصل. ما شاء الله، اجل هذا كرتي طال عمرك. انا صاحب استوديو كبير وضخم ومعروف ايضا، ودي لو ترسل لي الفنان صالح ابى اسوي له ديمو. ديمو بس صالح ما ياكل الا بروست. يا اخي هذه مي بكله، هذه طال عمرك اللي بنسجل له مقطع صوتي، يعني تقدر تقول اشبه بالتجربه، وانا عندي احساس كبير انه هذا الفنان خطير وبيكسر الدنيا. ابشر بالديمو، ما طلبت شيء. مع السلامه. مع السلامه يا مان. يا الاخو تفضل، شو عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. لو سمحت، انا عندي فنان عنده ديمو وقالوا لي لازم اسجل اغنيه علشان الديمو، وش النظام؟ تفضل استريح، بساعد مشغول شوي. مشغول. تفضل. ايه طيب عادي، نتفضل. انا ما ابي غير ابو نوره يسجل لي الاغنيه. طيب بس ابو نوره بيكلفك 150,000 ريال. 150؟ نعم. مره كثير. في غيرها اقل بكثير. انا ما ابي اسمع صوت احد بزفه اختي غير صوت ابو نوره. 150,000 ريال. ما ابي شيء، خلاص. خليك هنا لا تتحرك. لو سمحت يا اخت،
ممكن أكلمك بكلمة راس خارج الاستديوهات؟ كلمة راس؟ وش تبي؟ تفضلي. من جدك؟ نص أغاني بنورة من كلمات الوالد أمد الله في عمره، حتى بالأمارية أمس متغدي معنا سمك. بس كم المقابل؟ أنت كم تقدرين تدفعين؟ لا أنت قول. أنت الأول. خلاص خلص علينا، بكم؟ لا السيدات أولا، قولي لا تستحين. 50,000. 50,000 ريال؟ ريال سعودي؟ صدق ولا تمزحين؟ ما تقدرين تدفعين أكثر؟ 60,000 ريال آخر كلام. موافق. بس كيف أثق إنه كلامك صح؟ أرسلي لي الكلمات على الواتس وبكرة الأغنية تحضر لك بالبيت. هلا والله بالاستديو البطل. حبيبي أبو صلاح، نبي التسجيل شغل نظيف. ما تخافش عيب عليك. من وين جايبينهم دولي؟ نزل إيدك، نزل إيدك يا بابا. كخ كخ عيب، دي من أقوى الأنواع. وبعدين أنت إيه هتعمل لي فيها عبد الحليم ولا إيه؟ ما تغنوا تقرفنا، قصدي غنوا وخلصنا بقى. سلامات، لا تنفخ على ولد عمي، بعدين احنا دافعين حق الاستديو. ها يا استاذ عمري، الاشكال اللي انت جايبها لنا دي يا راجل، ما كنت قلت لي وكنت جبت لك مطرب، انما ايه صوت وصوره وشكل وبحه حلوه. يلا يلا انت صالح. اصبر اصبر، ضيعت الكلمات، ابى اتلين شوي، احس اني تعبت. خلاص خلاص يا صالح، اشرب ماء، اشرب ماء وبعدين تلين بالملحق. اشرب يا سيدي. تست 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 تست، انت لسه هتعمل تست يا استاذ عامر؟ ما يغني بقى وخلصنا يا اخي. اقول استنى شوي ابو صلاح، انت وراك عجل وحريقه. يلا عطى تست وبعدين ادخل باغنيه الفرح. اتفضل اتفضل، خش في المود يا استاذ. ما عاد بدري قلت لي وش تحرم، ذابت نجوم الليل من جمر لها. عظمة العظمة العظمة، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا 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 لا، ده كتير. ايه الصوت ده؟ ده بجد اللي انا سامعه؟ حقيقي الاسطوره خليفه ابو نوره. اتفضل اتفضل يا استاذ. الله عليك، بصراحه جميل، مش النجوم اللي ذابت، انا اللي ضبط يا راجل. ايه ده؟ انت فعلا فزه. اهو دول بقى يا استاذ عامر ما بيخرجوش غير لما يكون في صوت حلو قوي 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 وبحيته حلوه. من زمان الصوت ده ما ظهرش. على فكرة الحاجات دي نادرة ولازم نحتفظ بيها، غلفوه يعني. لا بجد ده لازم ينزل في شريط فاجر، انا عايزه، ده بسولفانتو، ده حاجة بكر جميلة. قوم يا عم تعالى معانا. اهو غلفوه غلفوه. ولد عمي ابو نورة تفنن بالاغنية بشكل خرافي. قايلنس خلي بنورة علي. هذه 60,000، والله لو ادري الاغنية بتطلع بهالروعة كان اعطيتك زيادة. حنا فيها، خل نروح لاخر الشارع عند المحطه في صراف، تصرفين لي وتعطيني. ان شاء الله المره الجايه. تعرف فنانين ثانيين؟ عف عليس، اعرف كل فنانين العرب، كاظم، عبد المجيد، عبادي. كلهم تعرفهم؟ ابد، كلهم نعرفهم، اتصل نصل. وكلمي صديقاتس، اي احد تعرفينه من قربس كلميهم. اوكي خلاص، ان شاء الله اتصل عليك. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. هلا والله بالدراهم. هلا بولد العام. اسمع، هذه 60,000 لك، 10 ولي 10، وباقي الدراهم متى بتدعيهن؟ بعدين اعلمك وين ادعيهن. امش. ابوك الدراهم. استاذ عامر، المره الجايه اذا تكرمت يعني يا ريت تغير لي الجهاز ده. هو خلاص، ابشر ابشر بعزك، بس خلينا نطلع دراهم شوي واجيب لك جهاز من امريكا. ماشي عامر، أبي أقول لك شيء مهم. سم. عجزت أنا مثل الناس لي يومين. بلا من البروست اللي تاكله الحراق. أجل في أحد يفطر بروست بالثوم؟ ابن الحلال ما له سنعة بروست. حلقي كل ما جيت بنام بنسدح أشغلت هالشوكة. طيب ولا ما تنام وأنت واقف؟ رانا عامة. الزبدة ترى بروح المستشفى. طيب أصبر كم يوم إلين ما نخلص الطلبات اللي عندنا وبعدين نروح المستشفى. ما أقدر، عجزت أركز. يا ورد خليك على كفة الأيام،
إما صفالي الوقت أكيد بيصفالي، ترحل وتقبل مثل طيف بالأحلام، وأكيد بيجي يوم وما ما 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 بتلقاني. الله يعطيك الصحة والعافية وما قصرت، بس أنا في الحقيقة قصيدتك دي ما عجبتني ولا رح أغنيها. ليه يا أبو نورة؟ وش دعوة الله يهديك؟ أنا متفق مع مدير أعمالك إني أدفع لكم 200,000 ريال عشان تغني لي القصيدة يا أبو نورة. المسألة مو مسألة فلوس، المسألة إني ما رح أجاملك وأغني القصيدة دي وهي مكسرة. أنا بصراحة أعتذر لك وما رح أغني القصيدة دي. يعطيك العافية، ما قصر. تفضل، مشكور حبيبي. وبعدين معك انت في الحراجات هذه؟ الله طول عمرنا قلت تسمع بنفسك يا ابو نوره وتحكم الله يحيك. انا كم مره قلت لك الشاي حقي ملعقه واحده سكر بس يا بني ادم، ملعقه واحده بس. ترحل وتقبل مثل طيف بالاحلام، اكيد بيجي يوم ما 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 بتلقاني. ما هذه القصيده الممتازه؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك، وش ذا؟ صح لسانك، من تبي يغنيها؟ آه يا عامر يا أخو، تبدي بغت تنقطع. أبو نورة ما خليت عنه شيء، قلبته يمين ثم قلبته يسار، جيته منه هو مدير أعماله وقلت بعطيك باللي أنتم تبونه، وسمع القصيدة لقيتها عليه وسمعها وقال لا ما أبغى أغنيها. اسمعني يا عامر، هذه قصيدتي أبيها تظهر للنور ويسمعها الملك كله. يعني أنت تبي أبو نورة يغنيها؟ إيه أبو نورة، وميت على أبو نورة موت. شكلك جيت لأبو نورة بوقت غير مناسب. أنا وش يدريني عن أوقاته؟ أبو نورة إذا جيته هو مروق يعطيك حتى عيونه. وعساك تعرف أحد يعرفه ولا تعرفه، شو العلم؟ أفع عليك، بس أبو نورة والوالد أخويا من يومهم صغار، وأبوي كاتب نص كلمات أبو نورة، حتى بالأمارية أمس متغدي معنا سمك. تكفى يا عامر، أبي الرجال يغنيها لي، واللي تبيه اللي تبيها حوله لك حال حين في حسابك. ما عندك مشكلة. لا لا ما يصير كذا، لا لا. وينه صالح؟ وينه صالح؟ مين صالح؟ شوكه. ولا طلع يا دكتورة بينام ولا ولا تطلعها، خلها موجوده. هو تاخير مش في صالحنا، لو هو مش جاهز للعمليه انا ممكن ادير شويه مسكنات لغايه اخر الاسبوع. كفو يا دكتور، المسكنات ممتازه. اهلين بفناننا راشد. يا مرحبا ابو طلال. مين قال لك اني انا سويت 5 أغاني حفلات الاسبوع هذا؟ انا ما سويت ولا اغنيه. الموضوع فيه انه خليني انا اشوف الموضوع وارجع اتصل عليك. طيب حبيبي، مع السلامه. الدكتور قال المسكنات تزبنك ذا الاسبوع، يعني لين ما نخلص التزاماتنا. اي التزامات؟ انا شغلها من صحتي. ياك مخه، ترى انا موقعين مع عالم، يعني اذا ما خلصنا امورهم بتنسجن الاسبوع ذا بس. اوكي، وبهالمناسبة هذه أبزيد نسبتك 60%. كذا عسى الله يصبرني. يلا ورا ما فرحت، تعبان ما تشوف شر. طيب كيف؟ أنا ما غنيتها. أبشر طال عمرك، بشوف لي حل. استغفر الله العلي العظيم. قبل ما ندخل بالتفاصيل أبي أعلمك أن ناخذ على الأغنية 50,000 ريال. طيب تم، ما عندي مانع. من تبي يغني لك؟ أبو خالد. أبو خالد؟ أيهم أبو خالد؟ أبو خالد ما غيره، عبد الكريم، وبعد ودته مع ابن فصلة. تبي عبد الكريم يغني شيلة ومع ابن فصلة؟ همك تقول تسوون كل شيء؟ إيه نسوي كل شيء، بس أنت خابر، حنا في الرياض وعبد الكريم بالكويت وما أدري عن مواعيده. مو بنت تعرفون كل الفنانين؟ دق عليه الحين وتوكل. إيه صح، خلاص ندق عليه. وفلوسك جاهزة كاش، تبيها الحين؟ لا 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 ما بيها الحين، خل نسجل العمل وادق عليك تجي تتاكد. هذا الكلام استاذن انا. الو، هلا، تبي اغنيه بصوت محمد عبدو؟ ابشر بعزك، متى تبيها؟ لا لا اليوم ما يمدينا. 160,000؟
ابشر بعزك اجيك الحين. ارسل لي الموقع جهز الشيك. مع السلامة. هذا زبون جاد يبي يدفع 160 ألف عشان أغنية. جو 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 لمو لمو. حلا لا يا الدرهمات. 160 ألف؟ عامر أجي معاكم أتفاهم معاهم. لا 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 أنت تفاهم مع نفسك. أبو نورة أفع عليك بس. الوالد أبو نورة أخويا وسفراتهم كلها مع بعض. أنت بس عطني الشيك وخلال ساعة والأغنية بجيبي. 60 سنة وأنا أغني. وانت جاي في يوم وليلة تقلد صوتي وتخرب مسيرتي الفنية؟ انقفطنا من فنان العرب كله من عامر. انا اش دخلني انا؟ انا اللي غني ولا انت يا المزور؟ هيا غني لي. والله يا طويل العمر ما راح اسامحك الين تغني لي. اقول لك غني لي مقطع بسيط من اغنية لا تجرحيني. لا تجرحيني جرحك العام ما طاب. برافو. آها الموضوع فيه شوكة. اسمع يا ولدي أنا سامحتك بس خد بالك تاني مرة إذا جيت تاكل سمك انتبه من الشوك ولا تأذي الناس. كفتة! 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 يا كفتة! وش هذا؟ كفتة! إيش قلوه؟ بسرعة! الحمد لله على السلامة. الحمد لله قدرنا إن احنا نطلع ثلاث شوكات لسمك كبير جدا من حلو. يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة. شفت هذا لعبك مصاب. شفت عطى روح بدري عليك. يلا روح روح القم. عامل لتوصيل الطلبات كيف اقدر اخدمك؟ ابشر بعزك ارسل اللوكيشن واجيك على طول سريع سريع. مع السلامة. بدري وين رايح؟ توك جاي. ابد رايح مشوار وراجع. هب شغال زي المجوان. ايه قل ما شاء الله قل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كمل عني يلا تعال. نفس الفرق ولا الثانية؟ نفسه كمل فريقه. السلام عليكم. عليكم السلام. عامريني يا خالة. هذا العنوان؟ هذه الفلوس؟ أسمي أبشري. مع السلامة. يا محمد محمد تعال 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 يلا شيلوا الصندوق شيلوه شيلوه. كفو كفو. ركبة ركبة. خذ خمسة يلا توكل على الله. أبشر بينك وبينه يلا خمسة خمسة. أول مرة ترى. روح يا شيخ غشيم. سلام. إيه وخر. السلام عليكم. السلام. تعال شوف يا أبوي من يوم ما رحت ما في إلا تكسير روش. روح. كيف التوصيلة؟ يا رجال أي توصيلة؟ واحدة أعطتني صندوق ورقة فيها عنوان وتليفون. رحت للعنوان لقيته بيت مهجور. أتصل عليه ما يرد. طيب ارجع اتصل مرة ثانية.
سبك انت، اقول لك اتصل عليه ما يرد. والصندوق فين؟ الصندوق بالسياره. اسمع انت، هو دام الموضوع فيه جثث لا اعرفكم ولا تعرفوني، انتم من طريق ولا من طريق. افا يا شكر، تترك خويك، تترك خويك، هذه جريمه، انت ما تفهم، هذه جريمه. طيب اتصل على اللي طلب منك مشوار. واضحه يا ابوي، قال لك ما يرد، اكيد دبس الغبي ذا في الجثه. تستهبل انت وجهك، يعني الميت اتصل عليك قالك تعال وصلني؟ لا، اللي قتله هو اللي اتصل جوال المرحوم، بس الحين لازم اطلع المجرم قبل ما يوصل الموضوع للشرطه. فكنا من الموضوع هذا، ايش نسوي؟ الجثه حتعفن. يا عيال الحين ندخل الجثه بالثلاجه وبعدين نتفاهم. يلا شيلوا معي. حول قوه الا بالله. استنوا عيال. وش فيك؟ ثلاجتنا خربانة، نسيت انت هو؟ ابوك النكبة، وش نسوي الحين؟ والله ما ادري. الا تعال عامر، اهلك ما تقول لهم مسافرين؟ الا. يلا مشينا. راح 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 راح. يلا راح. ايش من عندك؟ ايش من عندك؟ ارفع ارفع ارفع. لا ثقيل بعد. دقيقة دقيقة عيال. اصبر اصبر اصبر. فيك انت؟ كيف يدخل الصندوق من هنا الحين؟ يا والله انك صادق. طب اسمع، مالنا لباب الصالة. يلا يلا شل شل. يلا عيال. عمر خير ان شاء الله. شو الصندوق هذا؟ فواكه، لحم، خضار. ها والله ما تحسون مثل الناس. نقصد ان الصندوق ذا فيه فواكه وخضار ولحم، نبي نوزع للفقراء والمساكين. جزاكم الله خير. ايش تسوي القهوه ابوك تعبان؟ ابشر ابشر يبا، ما سافرتوا؟ رحنا وفاتت الطائره. ايه ما شاء الله. يلا نسوي القهوه. ابشر ابشر يبا. خلاص عيال، انتم ودوا الصندوق بلونيت وانا بلحقكم. ها يلا شيلوها. شو عندك؟ شو عندك؟ ليه حطيتها في الزباله؟ عشان ياكلونها حقين البلديه. يا ذكي يا اخ. وين الصندوق؟ شوف حليت لك المشكله. مهبول انت وياه، واذا سالوهم من وين اخذتوها وبصماتنا كلها عليها. امشي يا
متأكد ان هذه هي العمارة؟ اي متأكد هذه العمارة. طيب اي شقة؟ ما ادري. كمان ما تدري؟ واضح ان الشغلة محبوكة. يا عيال الجثة تمشي. هاي جثة الميت اللي في الصندوق يمشي على رجوله، شايفه؟ مهبول انت، مهبول. شكل الصدمة اثرت عليك. والله العظيم شفت يمشي برجوله. امشي 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 معي امشي. والله شايف يمشي. هذه الجثة ولا لا؟ طيب اللي شفته مين؟ هذا اكيد جني، الهرجة فيها جن. ثبت الدينة، سيبوا لحاله. هقول اسكت، ترى مو بوقتك. انت بتكون معاك تدخلنا السجن. شكش عويض الله من شرك، ترى ماني برايق لك. رجع البيت ما بمشي معك وانت كمل. لا يا شيخ، طول عمرك الخمه ما توقف مع خويك، انا اوريك بس. يا عيال ترى صوتكم ذا المرتفع ما راح يفيدنا في شيء. عامر روح وراه. ابى اروح وراه اجل وشو. ايه دخل الشرطة، احنا كده اتنكبنا. مشينا يا عيال، مشينا. الحرامية سرقوا الميت. اسكت لا تفضحنا، امش. خليهم ايش تبغى فيهم؟ هذول يستاهلوا يلبسوها. يا اخوي ما نقدر نتركها. ليش من بقيه اهلك؟ يا حبيبي الصندوق فيه بصماتنا، ما تفهم انت؟ رح جنبه، رح جنبه عامر. وقف، في جثه، في جثه. جثه جوا الصندوق، وقف. اسرع على ما واجهته يا عيال.
أنا أقول يا عيال نمسح بصماتنا من الصندوق من الجثة كمان ونرجع الصندوق مكان ما أخذته ولا من شاف ولا من دري يا عيال اللي قتلوا الرجال مهم سهلين ما قتلوه وحطوه بالصندوق إلا هم عارفيني أنا أقول ندق العمارة باب باب والجثة وين نوديها؟ قتلوا الرجال وجثة؟ سلام عليكم تركي تعال تكفى تكفى محتاجينك توقف معنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن دقيقة لو سمحت أمر الرقم ذا تعرفه ده الأستاذ أحمد شقة 25 طيب الله يعطيك العافية تحت أمرك مشينا يا أنت اللي في الصندوق ولا اللي برا؟ نعم؟ لا 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 الظاهر أننا غلطانين مع السلامة متأكدين أن أخوي ميت؟ أبوي أصبر شوية دحين هو أخوك ولا أنت؟ إيش الهرجة؟ هذا أخوها التوأم سعد طيب والحرمة اللي أعطتنا الصندوق؟ ترى هي سبب مشاكلنا كلها وين تليفون أحمد؟ هذا هو هذا وترى الاتصال جاء منه والصندوق؟ الصندوق في الاستراحة مع خوينا تركي يا 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 جماعة يا جماعة والله ما لي دخل أنا سمعتهم يقولون جثة هم انشروا الصندوق وقالوا لي حرس الصندوق وأنا والله ما لي دخل يا جماعة خير يا تركي وش أنت مسوي في استراحتنا؟ هذه استراحتكم؟ ياوة تفضل أقول لك أنت وياه أحسن لك تأترف وين وديته الجثة قسم بالله ما أدري كانت في الصندوق دخلت دوس المياه طلعت اختفت بلا لف ودوران واستهبال زايد قولوا لي وين الجثة وين هم ليلو ذولا خيرا بينوا لو سمحت على ما اظن اني نسيت جوالي في الصندوق اللي انا جيت فيه ممكن تشوف لي ومن انت اصلا انا تركي ما هو قضيتنا؟ يعني بالله ما تدري ايش قضيتنا الى الحين؟ لا ما اعرف قضيتنا يا كفتة علشان وانا وانت نعرف الاشكال هذوليك شباب الاستراحة مشعل ترى ما في داعي لإنكارك كل الأدلة تشير انك انت القاتل المهم ان الرجال طلع حي طال عمرك الرجال حي لكنك متهم بالشروع بالقتل ومحاولة تضليل العدالة والله ما كنت أقصد الخوف هو اللي خلاني أسوي كذا اسمع أخباك تحكي لي القصة من الأول إلى الأخير كنت أكذب سيارتي في السوق الرجال ركب معي وطلب أوصل للبيت وعند البيت اختلفنا على الأجرة تبين لي إنه مات خفت قعدت أدوج في الشوارع ساعة أفكر وش أسوي فيه أخيراً جتني فكرة أورط فيها شخص تاني وما جاء على بالي إلا حقين التوصيل طبعاً ما أقدر أتصل عليه من جوالي بس أنتوا كيف عرفتوني؟ كل مجرم لازم يترك خلفه دليل وأنت تركت أكثر من دليل وأبسطها صورتك اللي تركتها عند محل العبايات هل اشتريت منه؟ والله ما قصدت يا عسكري خذ التوقيف ترى الرجل اللي سلمكم الصندوق مسكناه بس اللي سلمنا الصندوق حرمة ما هو برجال كان رجل متنكر بزي حرمة آسفين طال عمرك إنا من الخوف تصرفنا غلط طيب إذا كان هذا الجثة هذا إيش قصته؟ هذا أخوي أحمد توأم يوم شفتوني أول مرة في حارتكم كنت أسأل عليه قلت يمكن أحد شافه ولا شيء بس والله الرجال يوم قابلناه
شكله كأنه ميت. فعلا فعلا هو أخوي مريض، عنده مرض نفسي، لما يعصب تجي إغماءة كأنه ميت. أنا أحب أعتذر على كل اللي سببته لكم، ما كان قصدي، أتأسف. عموما يا شباب الحمد لله أنها جات على كذا، والآن تقدرون توكلون على الله وتمشون. مركب بديتك.